مش يمكن تكوني غلطانه يا هدى؟ لا مش غلطانه، حضرتك شوف بنفسك اهو، كانوا مستخبين في نفس الحته اللي قابلتهم فيها. انا متاكده سليم الانصاري وادي الراجل اللي هربان معاه، ودي صورهم. ماشي يا ستي، عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ تبلغ البوليس طبعا. ابلغ البوليس عن ضيوفي يا هدى؟ ضيوفك؟ ضيوف ايه يا عم صالح؟ دول مجرمين. ضيوف يا هدى، وضيوف مهمين كمان. ده انا حاسس ان ربنا رماهم في سكتي والزمني بيهم. معقول اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبعدين حد يدين حد من غير ما يسمع دفاعه؟ انت اتعلمت الافتراء ده فين؟ انا؟ حضرتك اللي واخد الموضوع بالبساطه دي ازاي؟ لان الحياه يا بنتي ما تستاهلش اكتر من كده. وبعدين هو انت فاهمه يعني ان انا هسكت؟ هتعمل ايه يا شيخ صالح؟ هتشوفي بنفسك دلوقتي. الناس دي طول ما هي ايد واحده بيتحركوا مع بعض مش هنعرف نعمل معاهم حاجه. لازم نفرم عشان نطلع من المصيبه اللي احنا فيها. بس ازاي؟ اظبط موضوع تايسون اللي مات، اروح لرفاعي برضو مات. يا رب كده ما فيش قدامنا غير لطفي وحماد ونشأت والزفت اللي اسمه زناتي ده. يا ريتك يا بيه تعرف توقعهم في بعض، خليهم يقتلوا بعض ونخلص منهم. عشان ده يحصل لازم نعرف عنهم كل حاجة. بس ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. خير يا عم صالح؟ في حاجة ولا ايه؟ خير يا ابني ان شاء الله. هو حضرتك لسه هتقول له يا ابني؟ ما ينفعش تقول للباشا كده، يزعل. ولا ايه يا سليم بيه؟ انا ما بقتش عارف اعمل ايه يا ست اللواء. انا تعبت من الحكاية توصل لان صلاح الطوخي يقف قدام واحد ويقول له كلمتين ويبستفه زي اي ضابط صغير بيتشد، تبقى سخيفه. ايه؟ عيل صغير ما عملش الواجب اللي عليه. بص يا ست اللواء، انا عملت اللي عليا تجاه سليم كله، ساعدته بما فيه الكفاية. الدور الباقي عليه هو بقى يساعد نفسه ويساعدني، أو يروح في داهية ويسيبني. أنا مفيش قدامي دلوقتي غير إن أقبض عليه وأجيبه. متهم بقى، بريء، مظلوم، عفريت، جنة، أزرق، المهم أجيبه، بعد كده نبقى نشوف. انت ايه رايك يا ست اللواء؟ انا ما عنديش حل تاني. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح؟ واحنا بقى المفروض نصدق الفيلم الهندي ده حضره الضابط؟ طب لما تحب تالف حكايه الف حاجه تدخل الدماغ. بالراحة شوية يا هدى، مش كده؟ أنا اللي بالراحة يا عم صالح؟ وهو ما كانش بالراحة ليه؟ مسك الولد قعد يضرب فيه لحد ما طلع روحه في إيده. أنا ما ضربتش حد ولا لمست حد. وحد الله يا ابني. لا 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 الله. بص يا عم الشيخ صالح، باين عليك راجل طيب وبركة وبتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا يا ابني، ما حدش له حاجة في نفسه. قسما بالله يا عم الشيخ صالح، اللي حكاه لك سليم بيه هو اللي حصل بالظبط. بس احنا هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي خلاص عكت معانا والظلم حط علينا والدنيا اتعكت معانا. فصدقتنا جزاك الله كل الخير، ما صدقتناش برضه جزاك الله كل الخير. وهي بجملت بقى، احنا خلاص اتعودنا على الظلم، هنتكل على الله نشوف طريقنا. وانت بتحط نفسك معالي في نفس الكف. طب على الأقل أنت حكايتك تدخل العقل شوية.
الست هدى اللي انا بقوله لك ده عشان انا عشرت الراجل ده. سليم بيه ده ورقة نضيفة وعمره ما عمل اي حاجة من اللي اتظلم فيها دي. هو مش اللي حكوه ده عن الست اللي كانوا عندها لقيتيه موجود على النت؟ اه، بس ده مش معناه ان احنا نصدقه. والخبطة اللي كانت في دماغك يا ابراهيم من الخناقة دي برضو؟ لا يا عم صالح، قال اللي ضربته لما شفتك جاي عشان توقف لنا. عبيط. نعم؟ بقولك عبيط بقى تضرب زميلك عشان حاجة كده كده كانت هتحصل. معلش يا عم الشيخ، أنا مسامحه، ما هو لو ما عملش كده ما كانش حضرتك هتقف لنا. الله، ده انت طلعت عبيط زيه انت كمان. يا ابني افهم، أنا ربنا طلعني من بيتي ووداني المشوار ده وأخرني فيه عشان أعدي جنب الحتة اللي انتوا فيها في الزمان والمكان ده واجيبكم معايا هنا. ولو الدنيا كلها حاولت تمنعنا ما كانتش هتقدر. سبحان الله، الحمد لله. يا سليم، انت خبطت زميلك عشان حاجة ربنا كاتبها لك، تبقى عبيط ولا لا؟ قوم يا ابني اتوضى. سليم، قوم اتوضى وبعدين نتكلم. مالك يا شادي؟ ساعة ما جيت وانت لو ليه بوزك كده عامل زي اللي غضبانه في بيت ابوه. عرفان يا تامر. فهمت انا ايه كده يعني؟ عرفان من ايه ما تنطق؟ اتخانق انا وانجي خناقه بنت 60 كلب. ايه ايه؟ وانتوا ايه يا ابني ما بتفصلوش؟ لا، بس المرة دي انيل. المرة دي سابت البيت وراحت تقعد عند امها. وانا بصراحة مش عارف اعمل ايه. انا بقول لك يا شيري تعمل ايه وانت اللي ما بتسمعش الكلام؟ يا دي احلق لها، ما تبقاش حمار كده. ما بقدرش يا جدع. بحبها وما بقدرش على زعلها. ما بقدرش على زعلها. احطمك ما انت نافع. خلاص يلبس بقى ما تقرفنيش. طبعا. وانت هتحس اصلا. انت عيل بارد. تشكر يا عم مقبولة منك. اصلوا. تحب انزل معاك يعني اصالحكوا على بعض ولا اعمل ايه انا؟ لو هتأمك خليك انت بره الحوار المرة دي. دي اصلا لا بتطيقك ولا بتطيق سيرتك. ليه ان شاء الله؟ بتغير منك. غير مني؟ هو انت قايلها ايه بالظبط عن علاقتنا يا؟ يا باجي مفهم. بتغير منك اكمني يعني بسيبها وباجي اقعد معاك. معرفش انا ليه مستحمل القرف اللي انا عايشه بسببك ده. مراتي ومش بتطيقك. أبويا ونفسه تخفى من حياتنا أنت وأبوك. معرفش ليه أنا ماسك فيك كده. مع إنك عيل تقرف والواحد أصلاً يقرف إن هو يبص في خلقتك. ماشي يا عم شادي. وديك طلعت الكلمتين اللي محشورين في زورك بقالهم كتير. على الله تكون ارتحت. يا معلم أنا آسف. أنا مش قصدي أزعلك. عارف هذا شادي؟ لو زعلت من الدنيا دي كلها عمري ما بزعل منك. انت اخويا يالا. بس يعني يا انجي مراتك دي بصراحه مخاطه، يسيحنا اتغار منها. والله انا بقول لها روق روق. ربنا يخليك ليا يا صاحبي.